فوز فوزا عظيما. بكيت لرسم الدار من عرفات وأدريت دمع العين بالوجنات وفك عرى صبري وهاجت صبابتي رسوم ديار أقفرت وعراتي مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات منازل منازل قوم يهتدى بهداهم فتؤمن منهم زلة العثرات منازل جبريل الأمين يحلها من الله بالتسليم والبركات منازل وحي الله معدن علمه سبيل رشاد واضح الطرقات منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات فيا وارثي علم النبي وآله فيا وارثي علم النبي وآله عليكم سلام دائم النفحاتي قفا نسأل الدار قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات وأين الغرم وأين العلا شطت بهم غربة النوى وأين العلا شطت بهم غربة النوى أفانين في الأقطار أفانين في الأقطار مفترقات يا دار يا دار يا دار نشاء
مجدك عنا هاليك. يا دار يا دار أنشدك عنا هاليك. يا دار وين حسين راعيك؟ وين البطل عباس؟ أحاجيك وين العشيرة والزلم ذيك؟ ياك بدرها وكواكبها يا زهرت بي. أويلي أويلي تاليها غراب البي الناعيج. اي والله تاليها تاليها غراب البيان ناعيك. على حسين عزيني وعزي. الله أكبر. دور كانت زاهرة بأهلها، محلات قدس كانت الزوار والوفود تقصدها وتتأمل الخير من أربابها. كانوا يجتمعون في مجالسهم ودياوينهم، نجوم بدور مجتمعة، الناس حولهم في فرح في سرور في أمن في اطمئنان. سوى بي الدهر. يا ويلي يا ويلي تنادي جمعي وفرقنا البيان تالي. جمعي وفرقنا البيان تالي وظلت حريم وبغير والي. يا والله ظلت حريم وبغير والي. انا ويا اخوتي وصفوة رجالي الجواب شنو؟ راحة وخلصة وشتل وأحوال مالي. يا والله خلصة وشتل وأحوال يا المالي. ويلي ويلي وين لي ويلي راح وهلي وذيك الليالي ومنهم صف الديوان خالي خالي وانا فقدت عزي ودلالي. يا والله انا فقدت عزي. يا ودلالي. إنما المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. الآية المباركة من سورة التوبة إحدى الدلائل الواضحة والبينة والقوية الداعية إلى التمسك بولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم والأخذ بحجتهم واقتفاء آثارهم. إذ أن الله سبحانه وتعالى كما هو بين في الآية يدعو عباده المؤمنين إلى تقوى الله عز وجل، الالتزام بأوامره والانتهاء عن نواهيه، ثم باتباع والسير على نهج الصادقين من عباده. ونحن هنا نتساءل، من هم الصادقين الذين أشارت إليهم الآية؟ لما نجي نستنطق القرآن الكريم لنبحث فيه عن ما يمكن أن يهدينا إلى المعنى المراد من هذا اللفظ، لفظ الصادقين، بيان معين في آيات أخرى، يمكن أن نقف عند هاتين الآيتين مثلا من سورة الحجرات، قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ثم لم يرتابوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وفي سورة الحشر نقرأ قول الله عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ففي الآية الأولى ربنا سبحانه وتعالى يشير إلى نفر من المؤمنين لم يداخلهم شك في إيمانهم، آمنوا ولم يطل هذا الإيمان شك ولا ارتياب ولا ظن
مخالف لذلك الإيمان ولذلك الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى. وفوق كل ذلك قدموا وضحوا في سبيل الله بما يملكون من أموال من ثروة، وفوق ذلك أيضا قدموا أنفسهم، بذلوا أنفسهم في سبيل الله عز وجل، كل ذلك ابتغاء لإعلاء كلمة الله في الأرض وتأكيدا على ثبات واستقرار هذا الإيمان في النفوس. وفي الآية الأخرى ربنا سبحانه وتعالى يمتدح أولئك النفر من المؤمنين الذين تجشموا العناء وتحدوا الظروف وقاسوا معاناة مختلفة، مع ذلك لم يزحزحهم ذلك عن إيمانهم ولم يبعدهم عن معتقدهم، وإنما ثبتوا وأكدوا على ذلك بالوقوف في طريق نصر الدعوة بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء هم الصادقون حسب منطوق الآيتين المباركتين. لكن احنا لما نجي نتأمل فيما ذكر نجد أن هذه الأوصاف أوصاف عامة، يمكن أن يتصف بها كثير من المؤمنين وكثير منهم، كثير منهم يمكن أن يحمل مثل هذه الصفات. طيب يصير أنا أجي أأمر الناس بأنه يا ناس اتبعوا بعضكم بعضا، يعني كل واحد يمشي وراء الثاني، شلون يصير القيادة؟ ينبغي أن تكون بيد فرد أو بيد طائفة ممتدحة، بالنتيجة هي تنتهي إلى شخص واحد، ولكن هؤلاء يتفرعون عن ذلك الشخص. لا يمكن أن أأمر كل الناس أو كل المجموعة من المؤمنين أو غالبية المؤمنين أن تعالوا واتبعوا بعضكم بعض. إذن هذا الذي تحدثت عنه الآية ربما بيّن لنا شيء من صفات أهل الصدق، ولكنه لم يوقفنا عند المعنى الحقيقي أو الدق المراد من الآية المباركة كونوا مع الصادقين. هنا لما جاءت أو جاء لفظ مع دلنا على أنه إحنا لازم نتبع هؤلاء الصادقين. واحد يقول لي انت شلون فهمت هذا الكلام من وين؟ اقول له على كل حال هذا الفهم ليس فهمنا نحن فقط، وانما هذا فهم ايضا واحد من كبار المفسرين من علماء المسلمين، وهو الفخر الرازي في تفسيره، وانا انقل هنا نص ما جاء في هذا التفسير كما نقل عنه. يقول ان الله قد أمر المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين، وعلى هذا فإن الآية تدل على أن من يجوز عليهم الخطأ، يجوز عليهم الخطأ يعني النفر من غير المعصومين اللي يتوقع من عندهم أن يخطئون، ويتوقع من عندهم أن يسوا، ويتوقع من عندهم النسيان والغفلة وما شاكل ذلك، تطرأ عليهم مثل هذه الأحوال. هؤلاء النفر من الناس حسب كلامه ماذا ينبغي عليهم؟ يقول إن من يجوز عليهم الخطأ يجب عليهم الاقتداء بالمعصوم. المعصوم هو ذلك الإنسان الذي لا يجوز عليه الخطأ،
كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز عليه الخطأ حتى يبقوا مصونين من الخطأ في ظل عصمته. إذن هذا الأمر الإلهي اللي توجه للمؤمنين جاي من أجل أن يصحح مسيرة الناس حتى لا ينحرفون وحتى يسيرون بخط مستقيم وشكل. يقول لهم من أجل أن تستقيموا، أن لا تنحرفوا، أن لا تزيغوا، عليكم باتباع الصادقين. الله سبحانه وتعالى يأمرنا باتباع الصادقين. مو لازم إحنا نعرف من هؤلاء حتى نتبعهم. لما استنطقنا القرآن الكريم اجتنا بعض الأوصاف ما أوقفتنا على المعنى المراد من هذا اللفظ بشكل دقي ومحدد. إذن احنا بحاجة أن نستعين بالحديث الشريف بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد من الاستعانة بذلك حتى نتبين هذا الأمر. ناخذ الكلام من لسان بعض الأصحاب اللي فهموا هذه الآية، هم قريبين من زمن رسول الله، زمن نزول هذه الآية المباركة، ونأخذ بعد ذلك ما روي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نتبين المعنى ويكون عندنا الأمر واضح وبين. في الرواية عن نافع عن ابن عمر، عن عبد الله ابن عمر، هذا موجود في كتب المسلمين، عن نافع عن عبد الله ابن عمر، شلون عبد الله ابن عمر فهم المعنى الموجود في الآية المباركة، هذا اللفظ فهم بأي معنى. قال كما روي عنه: إن الله سبحانه أمر أولا المسلمين أن يخافوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أول شيء أمرهم بالخوف من الله عز وجل. بعد ثم قال: وكونوا مع الصادقين. من هم؟ قال: يعني محمدا وأهل بيته. هنا صارت الصورة عندنا واضحة وبينة. هل هذا الكلام عليه تأكيد من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وفي أكثر من موضع، في أكثر من موضع هذا الكلام مؤكد عليه، كهذا الحديث المشهور في كتب المسلمين: الصديقون ثلاثة. النبي يقول كما يروى عنه: الصديقون ثلاثة، حبيب النجار، مؤمن آل ياسين، بعد وحزقيل مؤمن آل فرعون، بعد وعلي، وعلي بن أبي طالب. إذا نحن نجي نسأل الرسول صلى الله عليه وآله: أنت ذكرت الثلاثة، هل بينهم بين هؤلاء الثلاثة تفاضل في المرتبة أم مرتبتهم واحدة؟ لا. قال: وهو أفضلهم، علي أفضلهم. زين، أكو حديث ربما يكون أكثر من هذا وضوحا، ما روي عنه قوله: الصادقون أنا وعلي. الصادقون أنا، يعني رسول الله، وعلي. تعال أنت لازم تلتفت هنا إلى المسألة المقارنة.
النبي يذكر نفسه ويذكر عليا مقترنا بنفسه. هذا في دلالة ولا ما في دلالة؟ في دلالة على أن هذا الذي ذكره لابد أن يكون منه ولا بد أن يكون نفسه، وإلا ما يصير يقرن به. إذا كان أقل مرتبة منه بحيث لا يقترب منه في الدرجة. اللي عرفنا أنه وأنفسنا وأنفسكم، فعلي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا يقرن النبي أنا وعلي. في حديث آخر النبي هو يفسر المعنى المراد من هذه الكلمة فيما يروى عنه: كونوا مع الصادقين، أي وأي هنا لفظ كما يقول أهل اللغة تأتي للتفسير، تفسير الكلام دين الذي جاء سابقا بما يأتي من بعدها. وكونوا مع الصادقين أي مع علي ابن أبي طالب. هذا تحديد للمعنى واضح وبين يخالف. هناك ما هو أوضح: الإمام أمير المؤمنين فيما روي عن بعض كلامه ومحاججاته وحديثه مع بعض الصحابة عن منزلته وفضله وأحقيته وأولويته بهذا الأمر، أمر الخلافة والإمامة على المسلمين والمؤمنين، كان يحتج عليهم بمجموعة أمور من ضمن ما ذكر. ذكر هذا: فأشهدكم الله، أتعلمون أن الله سبحانه أنزل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقام سلمان يا رسول الله يسأل، يستبين، يستوضح: يا رسول الله، أعامة فيها أمر؟ هذا الأمر لعامة المسلمين أم لخاصتهم؟ أعامة هي أم خاصة؟ شوف الجواب كما ينقل في الرواية عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يستشهد هؤلاء النفر من المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما المأمورون، الأمر اتقوا الله كونوا، الأمر لمن؟ لعامة المسلمين. أما المأمورون فالعامة من المسلمين أو المؤمنين عفوا أمروا بذلك، وأما الصادقون وأما الصادقين فخاصة في أخي علي والأوصياء من بعده إلى يوم القيامة. الآن أمير المؤمنين يستشهد هؤلاء، هل تشهدون أن هذا الأمر صار وهذا الكلام صار، هذا الحوار جرى، أو ما تشهدون؟ قالوا: اللهم نعم، اللهم نعم، نشهد بهذا الكلام. بعد أكو يمكن إيضاح لهذا المعنى أكثر بأكثر من ذلك؟ ما يمكن، أمر واضح وبين أن المعني بهذه الآية هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ونحن مأمورون أن نتبعهم وأن نقتفي آثارهم وأن نهتدي بهداهم وأن نسير على نهجهم. ما هو نهجهم؟ ما هي طريقتهم؟ ما هي سيرتهم؟ ما هي قيمهم؟ ما هي مبادئهم؟ عليها ينبغي أن نسير، لأن بقيمهم بمبادئهم يجب أن نأخذ وأن لا نحيد عنها قيد أنمل أبدا. سار الحسين صلوات الله وسلامه عليه في حركته في نهضته مبتدئا برفض بيعة يزيد ابن معاوية
يزيد فاجر فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة قاتل النفس المحترمة. ثم قال ومثلي لا يبايع مثله. أي حسيني؟ أي واحد يقول أنا حسيني يعني لازم يمشي على هالنهج، لازم يرفض بيعة يزيد وكل من هو على شاكلة يزيد ابن معاوية ولا يسلم إليه. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، لنا أن نطيع هؤلاء، أن نسير على هداهم، أن نقتفي آثارهم، وهذه آثارهم وهذا نهجهم. لا يمكن أن يسلمون بالبيعة لإنسان لا يستحق البيعة، ولا يأتمون بإمام لا يستحق أن يكون إماما، ولا يعينون ظالما، ولا يقرون على ظلم مظلوم أبدا. ومثلي لا يبايع مثله. أرادوا من الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن يبايع بطريقتهم، ولكن الحسين صلوات الله وسلامه عليه أبى عليهم ذلك، أن يبايع ليزيد، لأن في بيعته ليزيد مو بس إذلال للحسين، وإنما محق للدين، وهيهات أن يفعل الحسين ذلك في بيعة الحسين ليزيد، قتل لكل مستضعف، وإقرار على ظلامة كل مظلوم، وهيهات للحسين أن يقر ظالما في على ظلمه أبدا. أرادوا منه ذلك فأبى، فقرروا أن يقتلوه، أن يغتالوه. فلما علم الحسين ذلك صلوات الله وسلامه عليه قرر أن يهجر ديار أهله وأحبته، ويعز على الحسين أن يفارق تلك الديار الطاهرة الطيبة التي ولد فيها وترعرع ونشأ فيها، وهي محل طاهرة احتضنت تراب هذه الأرض أجساد أعزاء على قلبه، جسد رسول الله صلى الله عليه وآله، جسد أمه الزهراء، جسد أخيه الحسن، جسد أعمامه وأعزته وأحبابه الأخيار. يترك تلك الديار بالعزيز على الحسين لولا أنه ذلك كان طريقا لإعلان الرفض ليزيد وأمثال يزيد، لم يكن ليخرج، ولكن خروجه لم يكن هكذا، وإنما كان تأدبا بوداع أهل بيته، بوداع جده رسول الله أولا، وأمه الزهراء ثانيا، وأخيه الحسن ثالثا. يأتي على القبر الشريف، قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، يجلس عنده، يصلي هناك بقربه، إذ الصلاة روح لكل مؤمن ومؤمنة، ومن رسول الله يستنشق كل القيم والمبادئ الحق، ويرسخها في نفسه ويؤكدها، حتى إذا فرغ من صلاته وضع رأسه على القبر الشريف، فأغفى إغفاء رأى في منامه جده رسول الله، قد أقبل في رعيل من الملائكة وكتيبة من الأنبياء، صار يشكو له همه وحزنه، ويبث الذي جرى عليه
من جور هؤلاء الظلمة المعتدون على حقه وحق أهل بيته. جد يا رسول الله، أنا فرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله فإنهم قد ظلموني. جد يا رسول الله، خذني إليك، ضمني عندك في قبرك، فلا طاقة لي بالرجوع إلى الدنيا. قال: بني، إن لك مقاما في الجنة عند الله لا تناله إلا بالشهادة. ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أشتري، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين. جد صاف العيش من بعدك بالأكدار شيم، وأشاب الهم راسي قبل إبان المشي، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيم، فعلى من داخل القبر بكاء وان اللي يريد يسجل اسمه عند الحسين بصرخته: يا حسين. فعلى من داخل القبر نداء ونحي ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حسين. ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبل، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبل، فاتخذ درعين من صبر وحزم سابغ، وحسين وحسين آياه، وكأن ستذوق الموت ظلما ظاميا في كرب، وستبقى في ثراها ثاويا منجدلا،
وكأن لي بلئيم الأصل شمر قد على وويلا وحسينا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج وحسين وحسين وكأني بالأيام من بناتي تستغيث سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث قد برى أجسامهن الضرب والسير الحثيث بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليد وحسينا انتبه الحسين من إغفاءته باكيا منتحبا ودع قبر جده وأحبته عجل إلى داره أخبر من في الدار بما جرى له وبما أخبره به جده رسول الله فاجتمعوا في بكاء ونحيب وصاحوا صيحة واحدة وحسينا وسيداه ومصيبته عندها عد الحسين رواحله للخروج من المدينة حتى إذا أعدت المحاميل وجهزت الهوادج وأركبنا النساء والأطفال فيها وأتم استعداده أمر بالقافلة أن تسير فتحركت قليلا وإذا بالنداء من خلف القافلة أبا حسين قفوا للعليلة أبا حسين قفوا للوحيدة التفت فإذا هي ابنته فاطمة العليلة وكان قد أودعها عند أم سلمة خرجت تقوم تارة تعذر من شدة المرض أخرى على الأرض وهي باكية منتحبة تنادي يخلوني يا ابويا ولا تخلوني بهالديار ينتحل جسمي وبالظما يرتستعرنا من شوفت بيوتك عليها سافي أغبار ونكيف البصر لون وخيل الوافد نجيب الوافد شقل لو لف يا سر الوجود خذني يا ابويا وياك لو قل لي متى تعود ضمها الصدر والدمع يجري بالخدود قالها يا بنت القلب زيدتي لهيب يرد المنازل يا عزيز واندي بيني وقطع الرجاء مني ولا تترقبيني
صاحت يا ابويا فرقاو بينك وبيني، وصدت لابو فاضل تنوح وتنتخيب. يقولون التفتت لابو فاضل لما ايست من ابيان ياخذها معاه، اجت لابو فاضل: عم يا ابا الفاضل، انت لك مكانة عند والدي، انت عزيز عند والدي الحسين، في قلبه لك مكانة خاصة، اريدك ان تشفع لي عند ابي حتى ياخذني معكم، فلا طاقة لي بالبكاء هنا وحيد غريب. يليح خرت تحب ايدي وراسه صعب المراس، تقول لي يا عم فراق ابويا يشيبر، يتوسل بابو يا حسين ياخذني يا عب، يروحي ترى راحات يا سردال الحريم، متعجبة منكم يا فرسان الحمية، كلكم غيورين وشيامكم هاشمين. ينشف يا عمي دمعتي والتفت ليا وخاطب ابويا: لا يخليني غريب. لما سمع العباس انكسر قلبه، اقبل نحو الحسين دموعه تتحادر على خديه حتى بللت كريمته، يقول: اخي ابا عبد الله، سيدي يا ابن رسول الله، لقد آلمتني ابنتك، اذابت كبدي بنحيبها وبكائها، اما تنظر في امرها يا اقل يا خويا هالبجا والنوح فتني، وبنتك تراهي هالعليل ذوبتني. شو الجواب؟ قال لا شو اسوي وكتبت الله قيدتني، انا ما اقدر اشوف دموعها بخدها سكيبة. اخي ابا الفاضل، هذه ما هي مكتوب تتودى هدية، ولا هي اخويا من سبايا الغاضرية، ردني يا ابويا وردتك غصب علي، طلبي من الله يعودنا لديار طيب. لما سمعت كلام الوالد العزيز انحنت يقولون على قدمي تقبل ما وتبكي، خرت تحب رجله وتبكي بقلب مفتوت، خذني تراين تحل من الجسد واموت، انا مقدر على الوحدة وعلى معاين هالبيوت. فبكى الحسين حتى على نحيبه، فلما نظرنا النسوة اليه على منهن النحيب، ونادوا حسينا ومصيبته، ظل ينتحب والحرايا مضجت من نحيب.
ثم التفتت قال تقول وعنا طلب أخير، تقول لأبا عبد الله إن آيستني أن تأخذني معكم، هذا الطلب لا ترد من عندي، شو تريدين بني؟ تقول لا يا ابويا يا ابويا انا مال على البعد طاقه، يا ابويا انا مال على البعد طاقه، واخويا الطفل ما اقدر على فراقه، ويلي انا اموت وحتي بشمة طواقة، انا اموت وحتي بشمة طواقة، ويهون فراقكم وياي لو تم، يعني خليه عندي انا اربيه انا اناغيه انا اسرى العرى على راحته، ويلي شو الجواب من الحسين؟ يقلها يا ابويا، يقلها يا ابويا شلون الطفل عندك نخليه، شلون الطفل عندك نخليه، شلون امه تفارقنا وتصبر عليه، امه شي صبرها على فراق طفلها، ما تقدر تتحمل فراق الطفل العزيز، يا ويلي اسمعي بني هذا الخبر وان كان الخبر هذا يؤلم قلبك، يقلها يا ابويا يا ابويا حرمل الخي جمتاني، يا ابويا حرمل الخي جمتاني امتانيه، يريد يطوق ابسام المحتم، وحسينا صاحت واخاه وابتاه، عندها التفتت في امان الله في دعة الله، رجعت مع ام سلمة لكن مكسورة الخاطر باكية منتحبة، شطر قلبها هنا ولكن جسدها باق هنا، ولكن روحها قلبها مع اهلها واحبتها، ردت بحسرتها وساق الضعن عنها، ردت بحسرتها وساق الضعن عن انوب، تقوم نوب توقع من حزنها، ومن ردت اخوتها وابوها انقطع ظنها، وتصيح راح حجاب صوني من نجيب، يا رحلوا وما رحلوا الودادي إلا بفرط تصبري، إلهنا نسألك وندعوك بمحمد وآله الطاهرين، اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، اقض حوائجهم، ارحم موتاهم، شافي مرضاهم، اغني فقراءهم، يسر أمورهم، سهل مطالبهم، المؤسسون لهذا الإسلام.